وكعادتنا دايماً كمصريين، أهلاً 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 وسهلاً، مصر منورة حقيقي. بالتأكيد مصر دايماً تنور بالأشقاء، منورة جداً بزيارة ولي العهد السعودي صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان. وزي ما حضراتكم أكيد تابعتوا، النهاردة استقبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مطار القاهرة صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة، يحل ضيف عزيز في مصر وطنه التاني. الزيارة بإذن الله تستغرق يومين، بالتأكيد هيبقى فيها مجموعة من المباحثات شديدة الأهمية على نطاق رفيع المستوى ما بين فخامة الرئيس وما بين صاحب السمو ولي العهد السعودي. بالتأكيد الملفات هتبقى الملفات الإقليمية والملفات الدولية، زي ما كنت بقول لحضراتكم احنا عندنا ملفات على المستوى الإقليمي وبطبيعة الحال على المستوى الدولي، بالتأكيد الأوضاع الاقتصادية اللي موجودة في العالم إلخ إلخ، دي بتبقى على رأس الأولويات. مما لا شك فيه إنه تعزيز الشراكات والتعاون الاستراتيجي ما بين البلدين في مختلف المجالات موجود أيضا على الطاولة. وزي ما كنت بقول لكم يعني المسألة كلها كمان مرتبطة بتوقيتات، ويمكن احنا حتى كنا بنتكلم في ده امبارح، العالم كله قاعد واقف يعني على أحر من الجمر لوجود حلول للأزمة الدولية زي بتاعة الحرب الأوكرانية الروسية. لدينا ملفات إقليمية شديدة الأهمية مهمة جدا في إطار شراكة استراتيجية ما بين الدولتين الأكبر في المنطقة العربية، إن احنا بإذن الله سبحانه وتعالى نجد ليهم حل. شراكة استراتيجية عميقة، علاقة تاريخية ما بين القاهرة والرياض، الهدف منها تحقيق الاستقرار والتنمية، الهدف تحقيق السلام برؤية واحدة، رؤية تصب في صالح مصر والسعودية والإمارات وكل الدول العربية والإسلامية. بإذن الله أهدافنا المنشودة المشتركة هتتحقق. وخليني أستأذنك من أنه من هذا الخبر شديد الأهمية وهو زيارة ولي العهد السعودي للقاهرة، نروح لخبر هو مهم لكنه خبر غير جيد على الإطلاق، يمكن كلنا بنتكلم فيه من الصبح. اللي بنتكلم فيه هو الموضوع بتاع المنصورة وذبح ومقتل طالبة المنصورة. لازم تبقى فاهم إنه كده احنا عندنا مشكلة. المشكلة أولا هي تبدأ من إنه سيبك من قصة الملابسات من عدمها، المسألة تتعلق بولد خد قرار يقتل زميلته علشان رفضة تتجوزه، أو هكذا يبدو الأمر يا سيدي. يعني قد يظهر في الأمور أو في الأمر تفاصيل كتير جدا، لكن السؤال هل معقول احنا وصلنا لحد انه ولد شاب صغير طالب في جامعة يقرر انه يقتل ويقتل زميلته؟ يعني هو شايف ان الموضوع يصل الى هذا الحد؟ دي كارثه. طيب هل هنا اقدر اقول انه انا ما عنديش مشكله في طريقه التفكير وفي عقليات بتاعت بعض الناس؟ اكيد عندي مشكله. طيب المشكله الاكبر فين؟ النهارده كنت قاعد مع بعض من زملائي، منهم شحاته زميلي العزيز الشهير دايما نتكلم عنه، فشحاته بيتفرج او بيقرا بالتحديد بوست موجود على فيسبوك، حد كاتب حاطط الصوره بتاعه بنتنا رحمة الله عليها وربنا يصبر أهلها جدا، يعني مسألة كارثية يعني. وبيقول انه ازاي حاجة زي كده تحصل، ولازم القانون هياخد مجرى ده بالتأكيد، ولازم اكيد القانون هينفذ، ولازم الولد هياخد العقوبة الى اخره. لازم تشوف التعليقات اللي على هذا البوست، وهذا البوست واضح انه انتشر مذهل، والناس كلها قاعدة عمالة داخل على البوست كل واحد بيعلق بطريقته. التعليقات الكارثية بالنسبة لنا واحنا بنتناقش النهاردة انه واحد يكتب يقول لك تستاهل اكتر من كده، واحد يقول مش نعرف الاول كانت لابسة ايه، يا نهار اسود، واحد يقول كان حقه عمل فيها كذا بدل ما كان يقتلها، امر مشين وكارثي وحقير برضه، يعني لن اذكر المصطلح اللي هو ذكره. انت متخيل انه لسه في ناس بتقول يا ترى هي كانت لابسة ايه، ويا ترى مش يمكن واصل هي تستاهل، واصل البنات لازم تتذبح، واصل ايه اللي نزلها من بيتهم، واصل ايه
يا نهار ابيض، لا ده انا عندي مشكله كبيره قوي اكبر من ان انا اعتبرها مجرد حادث قتل او جريمه قتل. انا عندي مشكله كبيره جدا جدا لدى ناس موجوده، ما اقدرش اقول كتير ولا قليل، انا ما اقدرش اقول لك كده، لكن من الواضح ان انا عندي مشكله عقليه نفسيه جوه بعض الناس في هذا المجتمع. انت بتتكلم على جريمه حصلت جوه مجتمع اسمه محافظه الدقهليه ومدينه المنصوره. الناس دي معروفه انها اهل الدقهليه والمنصوره، دول ناس طيبين جدا، هاديين جدا، مسالمين جدا. ايه اللي يوصل الوضع لده، الوضع عند بعض الناس لده؟ ايه اللي يخلي واحد يقرر انه يقتل زميله ولا زميلته؟ ايه اللي يخلي بني ادم يبقى تعليقه على جريمه شنيعه بهذا الشكل انه يا ترى هي كانت لابسه ايه؟ او هي اللي نزلها من بيتهم ايه؟ واصلها تستاهل اكتر من كده. نهارهم اسود على دماغه. شوف الاب وهو في المشرحه دي، حاجه تخلي كل واحد فينا اب لديه ابنه يقعد يفكر 30 مليون مره وبنته نازله من البيت رايحه المدرسه، رايحه الجامعه، رايحه نادي، رايحه تشتري حاجه، خارجه مع اصدقائها، رايحه درس، بتفكر 30 مره. لانه دي جريمه كلها على بعضها خدت ثواني. البنت نازله من الميكروباص، ده راح جاري هاجم عليها نحرها ذبحها. الله، وايه اللي بيحصل؟ طيب خلينا نشوف قرارات النائب العام. امر النائب العام سياده المستشار حماده الصاوي بمباشره التحقيق العاجل في وقعه مقتل الطالبه نيره امام جامعه المنصوره، وسرعه انجاز التحقيق واستجواب المتهم فيها والتصرف قانونا بها. النيابة العامة يا سادة يا كرام كانت النهاردة طبعا تلقت الإخطار من الشرطة بوفاة المجني عليها رحمة الله عليها نيرة، بعد ما تم نحرها من قبل هذا المتهم قدام بوابة الجامعة، نازلة رايحة تحضر محاضراتها أو امتحاناتها. طبعا الناس اتلمت عليه والواد اتضرب ويستاهل، يعني ما نقدرش نقول حاجة تانية غير كده. وألقي القبض عليه متلبس بهذه الجريمة وابو حوزته الأداة السكينة اللي ارتكب بها الجريمة. انتقلت النيابة فورا لمعاينة مسرح هذه الجريمة، وتم ضبط تسجيلات كافة آلات المراقبة اللي موجودة في هذا المحيط، سواء إذا كانت الحاجات بتاعت الجامعة، ولو حضرتك عارف جامعة المنصورة هتلاقي قدامها الشارع والمتاجر والمحلات إلى آخره. كل ما تم تسجيله للواقعة تم تحريزه للمشاهدة، وتم تبين آثار دماء المجني عليها بالمكان. كانت النيابة العامة عملت انتداب لقسم الأدلة الجنائية علشان يرفع كافة الآثار المادية اللي موجودة في محل الواقعة للفحص. كمان انتقلت النيابة لمناظرة جثمان المجني عليها رحمة الله عليها نيرة، وتبينت ما بيه من إصابات بالعنق والصدر ومناطق تانية في جسدها. استمعت النيابة لشهادة 2 من أفراد الأمن الإداري في الجامعة من شهود الواقعة، واللي أكدوا تعدي المتهم على المجني عليها بالسكين. وبتستكمل النيابة سماع الشهود ومباشرة باقي إجراء التحقيق بما فيها استجواب المتهم نفسه. كويس؟ طيب رصدت بقى وحدة الرصد والتحليل في إدارة البيان بمكتب النائب العام تداول مقاطع متعددة بتصور جانب من الواقعة دي يا سادة كرام، آخرها أو كذلك يعني أخبار بتتناول بعض التأويلات حول باعث المتهم لارتكاب الجريمة، زي ما كنت بقول لكم كده، ده لا ده رفضته مش عاوزة تتجوزه إلى آخره. المهم أنه هذه الأمور لا تستند على أدلة حقيقية محققة بشكل رسمي، ده طبعا بيؤثر بصورة مباشرة في سلامة التحقيقات، وقد يفضي إلى ضياع ما فيها من أدلة. يكدر السلم العام، بينال من اعتبار ذوي المتوفاة بغير حق. ده قد يعرض من يتداول هذه الأخبار للمساءلة القانونية، وعليه خلونا نبقى كلنا دون استثناء واحد، سواء إذا كنا في الإعلام المعروف التقليدي أو ما نطلق عليه أحيانا الإعلام الموازي على شبكات التواصل، تحري الدقة وعدم نشر اللي احنا ما نعرفوش، ومسألة إن احنا أصل سمعت، أصل بيقولوا، أصل قريب، أصل زميل، أصل جار بيقول، مفيش كلام من ده.
وعليه في ان النيابة بتهيب بالكافة الى الامتناع عن تداول هذه المقاطع والاخبار في الواقعة دي او غيرها، وانه لو في حاجة لو سمحتوا يا سادة كرام قدموها لجهات التحقيق المختصة بالموضوع، طالما ان سيادتك شايف ان اللي عندك هيفيد في كشف الحقيقة، فحضرتك تاخد بعضك وتتوجه لجهات التحقيق، مش ننشر على جهات على التواصل الاجتماعي وبلاتفورمز ومنصات وما الى ذلك. كذا الحال بالمناسبة المواقع الالكترونية، واصبحت عشرات المواقع الالكترونية موجودة. المسألة مش كده، المسألة مش هينة، احنا بنتكلم على جريمة، فخلونا نبقى ماشيين في السياق الصح. خلونا ناخد معانا على التليفون دكتور جمال فرويز، أستاذ الطب النفسي. أهلا بيك يا دكتور جمال. أهلا وسهلا يا فندم. إزاي الحال؟ كله تمام؟ ربنا حبيبي ربنا. دكتور جمال، أنا حقيقي مخي مدهوش دلوقتي، ما بقتش يعني ما أقدرش أقعد أخد وأدي في قصة هو الولد قتلها ليه؟ الأسباب دي قصة تانية، وده اللي كان بتتكلم فيه النيابة، لكن أنا بالنسبة لي هو ايه اللي يخلي حد يقرر ان يرتكب فعل غاية في العنف وغاية في الشناعة بهذا الشكل، وانه يبقى مترصد ومستني ورايح يقتل؟ مش بتكلم بس على الواقعة دي، فكرة العنف اللي الناس اصبحت بتبادر ليه، هو ايه اللي بيجرى؟ بس يا فندم، احنا هناخد الموضوع بشق شامل من بره. احنا النهارده لو تلاحظ، يعني لو بنقصد ظواهر العنف او حالات العنف، هي حالات قد تكون بس العدد بتاعها بسيط مش كتير، ولكن غريب على المجتمع المصري. يعني النهارده ام بتقتل ولادها، واحد بيقتل عيلته بالكامل، واحد بيقتل اخواته، واحده بتقتل جوزها، واحد قتل مراته. انت بتتكلم في جرائم قد تكون العدد، انت بتتكلم في 100 مليون نسمه، هذا العدد لا يمثل اي ظاهره. طبعا عشان نقول ظاهره في مجتمع، احنا بنتكلم في 25% من المجتمع، فطبعا ده مش موجود بالمره. ولكن لا، في عدد حالات من القتل غريبه على المجتمع المصري. زي ما سعادتك ذكرت وانت بتتكلم دلوقتي، بتقول التعليقات دي حتميه نفسيه، فكره بالنسبه كل واحد بينزل. احنا طيور الظلام ما زالت وسطينا يا فندم، ودي نقطه لازم ناخد بالنا منها قوي. ما زالت طيور الظلام تنتشر وسطينا وبتسخن وتؤجج مثل هذه الافعال. ناخد بالنا قوي من النقطه دي، ان هذه التعليقات، هذه طيور الظلام بتدلي بدلوها في مثل هذه الجرائم، في اللبس، في التصرفات، يوريك ان لسه في ناس بهذا الفكر العقيم والمتجمد موجوده وسطينا. طيور الظلام هنا معناها يا فندم تقصد انه عيال زي بتوع جماعه الاخوان ولا جماعات متطرفه؟ زي الدواعش والمتطرفين موجودين وبيدلوا بدلوهم. طيب في كل التصرف. انا اعتقد يا دكتور جمال المساله مش بس كده، لا، المساله مش انه عيال متطرفه بتكتب الكلام ده على السوشيال ميديا. اللي انا بقصده انه واضح انه في جزء كبير من الشباب اللي في هذا السن، مش بس الشباب حتى، وممكن يكون ناس كبار، عندهم التصورات دي دون الانتماء لاي شكل من اشكال الجماعات المتطرفه. هم تربوا على كده. الله يفتح عليك. ليه احنا النهارده لو تلاحظ حضرتك، الشخصيه المصريه من 7000 سنه هي شخصيه نهريه، حب خير سلام. طبعا احنا لما دخلت علينا ثقافات غريبه في السبعينات، حصلت الازدواجيه ما بين ثقافتين في المجتمع المصري. عندما يندمج الثقافتين بتاخد الأسوأ من كلاهما. فانت النهارده عندك ازدواجيه دينيه، الناس اللي بتتكلم دي وبتدهي بدلوها بهذه الثقافه المفروضه المتشدده، شوف تصرفاتهم بعيدا عن السوشيال ميديا تكون ازاي. هم النهارده بيدلوا دلوهم على السوشيال ميديا وبيحاولوا يبانوا في صوره المتدينين وصوره الناس اللي بتخاف ربنا ودعاء ليله الخميس ودعاء لسوره الكهف و و و، وهم تصرفاتهم ابعد ما يكون عن ذلك. اريني ايه في تصرفاتك، مش تكتب لي ايه على السوشيال ميديا. النهارده يا فندم الناس دي، النهارده لما حصلت هذا المزج بين الثقافتين وطلعنا بالمسخ الثقافي، ولقينا قله الوعي الديني اللي هي موجوده للزوجيه الدينيه مع الوعي الثقافي، الوعي الاجتماعي ابتدى يتاثر، الوعي السلوكي والوعي القيمي ابتدى يتاثر. يبقى اذا احنا علينا النهارده كدوله وكشعب وكمنظمات غير حكوميه لازم نحط ايدينا في ايدين بعض كلنا من دلوقتي. دي صرخه جوه المجتمع، بنقول لكم خدوا بالكم. لازم النهارده نخاطب الشباب بلغتهم وعن طريق المكان اللي هم بيتجمعوا فيه اللي هو السوشيال ميديا، اللي انا مسميه سفير جهنم. السوشيال ميديا دي سفير جهنم، جاي لنا سفير بلا سفاره موجود وسطينا. ان احنا بندور على اللايك وعلى الكومنت بدون البحث عن اي قيم اخلاقيه او دينيه او سلوكيه داخل المجتمع. بنهمل تربيه ولادنا عشان ندور على اللايك والكومنت.
بالتالي بتزيد المشاكل وسطينا واحنا لسه زي اللي عمال يصور في حادث وعمال يشتم وهو بيصور وواحده عماله تموت قدامه، كل اللي بيدور عليه ان انا اصور عشان اخد اللايك والكومنت. دي الحاجات اللي لازم ناخد بالنا منها. النهارده احنا كشعب مصري لازم ايدينا كلنا في ايدين بعض، ازاي نرفع الثقافه بتاعت المواطن المصري، ازاي نرجع الوعي للمواطن المصري، ما نستسلمش للسوشيال ميديا، ما نستسلمش لطيور الظلام اللي بتحاول كل ان واخر تظهر وسطينا وتحاربنا بصوره او باخرى. النهارده هات حضرتك اي حد بيهاجم اي حد وعايز هو ياخد دفاع يديها شكل الدين عشان تطلع الناس دي تهاجمك وتتهمك بالالحاديه وتتهمك بالعلمانيه وتتهمك ان انت ضد الدين، لمجرد ان واحد اخطا والناس بتقول له انت اخطات يجيبها لك على طول ان انت ضد الدين عشان انت مجرد ان هاجمت وقلت له انت اخطات. ما هو ده لانه مخه ممسوح يا دكتور. انا اولا عايز اشكر حضرتك يا دكتور جمال، كل الشكر ليك دكتور جمال فرويز استاذ الطب النفسي. خليني هنا هختلف شويه مع دكتور جمال ومع ناس كتير، واختلف حتى مع نفسي. من 10 سنين أو أقل قليلا أنا كنت أظن دائما ما يعني نتحدث فيه دائما إنه أصل دخلت ثقافات علينا ما هياش الثقافات النهرية أو الثقافات الزراعية بتاعة الدول اللي مسألة مش كده طبعا خالص. ليه؟ واحدة واحدة. هو مصر عدى عليها كم ثقافة وكم حضارة جت من بره؟ طيب يعني على سبيل المثال أنا مش هقول لك مثلا الفرنسيين لما دخلوا مصر دول قعدوا 3 سنين فما خلوناش فرنساويين يعني. طب الإنجليز قعدوا 74 سنة ما بقيناش زي الانجليز ليه؟ طب الطلاينه جم حكمونا ايام الدوله الرومانيه ما بقيناش زي الطلاينه ليه؟ طب الاغريق حكمونا فتره ما في وقت يعني ما بعد الاسكندر الحكم البطلمي ما بقيناش يونانيين ليه؟ بمنتهى البساطه جزء من عبقريه المصريين ان هم بيلفظوا كل ما هو غير ملائم. عارف كانوا بيلفظوه ازاي ولا لا؟ عن طريق التمسك بالثقافة الأصيلة بتاعتهم، فإن وجدوا ما هو ملائم ومفيد ودافع للأمام خدوه، لقوا الحاجة دي ما تلدش عليهم بالبلدي كده يلفظها فورا. طيب السبعينيات ثم تمانينيات، أنا هنا أقدر أقولك بمنتهى البساطة القصة مش ثقافات وافدة، لأ القصة كانت في غياب مؤسسات في الدولة أصلا. يعني تيجي تقدر تقول لي كده يا ترى هل ترى الدولة في السبعينات والثمانينات والتسعينات كانت بتقدم ايه في السينما؟ يعني حضرتك كنت بتيجي تتفرج على القوام العام للإنتاج السينمائي المصري بتتفرج على ايه؟ اي كلام فارغ. القوام العام تعمل بقى استثناءات، طلع بقى مثلا والله ده افلام عاطف الطيب ماشي، مش عارف افلام بعض افلام يوسف شاهين مش كلها بالمناسبه، في افلام انا بحبها وفي افلام ما بحبهاش بس من ذوقي يعني، بس ماشي اوكي يوسف شاهين والله ده في افلام بتاعه داوود عبد السيد فيما بعد ذلك اللي هو الجيل بتاع عاطف الطيب او افلام بقى واقعيه جديده ومدارس مختلفه بعد كده، رضوان الكاشف الله يرحمه وهكذا. فانا هنا بتكلم على الاستثناء ده، انا هنا بكلمك على الانتاج السينمائي بس. طب والانتاج الغنائي كلام فارغ. طب هو الدولة اهتمت بالتعليم من السبعينات لحد 2014؟ لا. امال احنا بنعاني دلوقتي ليه؟ عشان انا اللي غبت. بص انا دايما انا هنا بقول بص طبعا دي مش دكتور جمال، انا بتكلم هنا مع المشاهد بشكل عام. نبطل ان احنا نقعد نعلق على الشماعة هما اصل عملوا الانجليز الامريكان البطيخ. السؤال انت فين؟ انت فين؟ يعني هو كل الناس قاعده بتشتغل ضدك وانت قاعد كده متفرج، يبقى انت اللي غلطان، انت اللي مستسلم، عامل زي واحد ماشي في الشارع جه واد هبده علقه بس انت حاطط واقف جنبك وعمال تتلطش، تيجي تقول لي اصل الواد غلطان. ما هو غلطان، انت دفعت عن نفسك؟ لا. قاومت؟ لا. تبقى انت غلطان زيه بالظبط، فانت اللي جبته لنفسك. تاني، مؤسسات كانت غائبة لكن عندك ثقافة كما يجب، ولا عندك تعليم كما يجب، ولا عندك تعليم عالي كما يجب. أمال الانهيارات يا راجل يا مؤمن، حضرتك رحت انتخبت الإخوان في انتخابات مجلس النواب، يا راجل يا مؤمن رحت جبت إخواني يبقى رئيس مصر، مش انت اللي رحت الصندوق؟ ده معناه ايه؟ معناه انك أبيض أبيض. هنقعد بقى نعلق أصل الثقافات؟ أنت اللي سبت الدنيا،
تاني. مدارس لازم نركز قوي احنا بندي ايه للعيال في المدارس. مؤسسات وهيئات ووزارات تعمل على الثقافة العامة للشعب، سواء إذا كانت بقى، أنا هنا بتكلم على مؤسسة أي داخل الحكومة أو مؤسسات صناعة فكرية إلى آخره، ما ينشر وما ينتج وما يقدم وما يقال إلخ إلخ إلخ. بيت لازم يلتفت إلى أنه أهم استثمار في حياتك هو العيال دي. أصل إحنا مشغولين بلقمة العيش، طب ما أنت مشغول بلقمة العيش وسبت العيال نهبا لكل من هب ودب عبس في أفكاره، فأدى إلى إنه عيل تافه حقير يجي يقول لك يا ترى كانت لابسة إيه وهي نازلة من الميكروباص؟ بجد؟ بجد؟ يا ترى هي كانت لابسة إيه وهي نازلة؟ هو ده المبرر؟ ثق إن العيل ده طبعا هو فرخ بداية لمجرم تاني ممكن يقتل بنت تانية أو يتحرش ببنت تالتة أو يغتصب بنت رابعة. ما هو عنده المبرر، هو شايف من وجهة نظره أن هناك مبرر، ما لابسة إيه مش لابسة، أنت مالك أنت لابسة إيه، قالت إيه ما قالتش إيه، كلت إيه، رايحة فين، طالعة الساعة كام، نازلة الساعة كام، أنت مالك. لا خلي بقى يعني روز بيقول لي قول له لاختك خدي بالك يا روز، اول ما تقول له لاختك يقول لك لا 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 انا اختي مش كده خالص. يا نهار اسود، يعني انتوا ملايكه واحنا شياطين؟ هو طول الوقت كده؟ ما هو ده اللي يخليك بقى تستحل اموال ناس بدافع مش مسلمين. طب ولما يطلعوا مسلمين؟ اصل دول بيصلوا في مساجد الضرار، مش دي الفتاوى اللي كانت بتطلع؟ مش ده كلام العمدة في إعداد العدة؟ هو اللي ألف العمدة في إعداد العدة جاي منين؟ جاي من أفغانستان؟ ده من عندنا في الصعيد، حي يرزق حتى هذه اللحظة، دكتور فضل، الدكتور سيد إمام. هو أدبيات داعش مين اللي عملها؟ مصري الحكايمة من أسوان. أنت يبقى احنا لازم نقعد نشوف إعادة البناء الفكري بتاع المصريين هيتعمل فيه ايه. احنا عندنا مصيبة اكبر بكتير من جريمة قتل، احنا عندنا مصيبة هنا ومصيبة في روحنا. فاصل ونكمل الكلام. ليش الواحد برضو حقيقي دمه محروق؟ يعني أنا في النهاية أب، عندي بنت، عندي ولد، زي أبهات كتير، بس فوق كل ده وده أنا بني آدم إنسان لا يقبل أبدا بأي شكل من أشكال التوحش، ولا إنه الإنسان ينزلق ليصل إلى مراتب الحيوانات الضارية، شكل من أشكال الضباع تقتات دائما على آلام الآخرين. يعني شيء غريب جدا. على كل، خلوني انطلق بكم الى موضوع تاني دايما اللي بيقعد يخوف الناس في حين ان الامور ماشيه زي الفل وماشيه بسلاسه، موضوع امتحانات الثانويه العامه. وانا دايما اقعد اتكلم معاك واقول لك يا جماعه امتحان الثانويه العامه ده امتحان زي كل الامتحانات. انا هقول لك اللي دايما حتى بقوله لاولادي، يعني هو ده مش يوم الحساب، لا انت داخل الجنه ولا انت داخل النار، ده امتحان بنقيس بيه قدرتك على التحصيل والاستيعاب على مدار العام. تحمل مسؤوليته، ده كل اللي انا اقدر اقوله. انا بقول كده لاولادي والله، تحمل المسؤوليه، هي دي المساله. انت عارف لو كل واحد فينا اتعلم يتحمل المسؤوليه البلد دي تعدي تروح لحد فين؟ يا دين النبي. تحمل المسؤوليه، ذاكر بالمظبوط يعني ايه ذاكر بالمظبوط؟ يعني انظم وقتي بالمظبوط، احضر حصصي، كنت في المدرسه بالمظبوط، اذاكر بضمير، ما اقعدش اهزر والعب وبتاع وبعد في الاخر خلاص اقول اصل الامتحان جه صعب. الخي الخي الخي، من الحاجات اللي بيقولها الابهات دي. وانا عارف انه احنا طلبه صغيرين ما كناش برضه بنقتنع بالكلام ده قوي، بس بالوقت بكتشف انه والله كان امي عندها حق. نظم وقتك، ركز في مذاكرتك، احضر حصصك كويس، اسال المدرس بتاعك قدر الامكان. تيجي تقول يوسف دي نصايح بقى، اقولها ان شاء الله للسنه الجايه العام الدراسي الجاي. طيب انا هنصحك وانت داخل الامتحان، ابتعد عن التوتر. انا ما بقولكش
حضرتك ما تفتحش ورقة قبل الامتحان. يا عم عايز تفتح افتح، مش دي القصة. من غير توتر، اللي ذاكر ذاكر، خش وانت هادي. الامتحان مش معمول علشان خاطر تتعذب، صدقني الامتحان دايما بيجي لطيف، يعني لا هو صعب قوي ولا هو سهل سهولة غير عادية، الامتحان بيجي لطيف، امتحان. وبالمناسبة اعرف كويس قوي انه لو الدولة عملت امتحانات او الوزارة عملت امتحانات سهلة جدا، ده غلط، غلط كبير، لانه ده معناها ان سيادتك هتخش الجامعة ابيض مش فاهم حاجة. وانت دخلت امتحان كليشن كان فجبت درجات عالية جدا، فرحت داخل كلية انا اسف لا تستحقها، فلما تخش الكلية لا تستحقها هتبقى طالب تعبان في الكلية، لان الكلية مش هيبقى فيها هزار. النهاردة كان بداية الامتحانات بقى، وبالمناسبة امتحانات يعني طبقا اللي احنا شفناه ما كانتش صعبة. يعني النهاردة طلاب العلمي والادبي كان عندهم امتحانين سهلين، امتحان التربية الدينية وامتحان التربية الوطنية. تيجي تقولي سهلين ليه؟ يقولك هو في الدنيا اسهل من امتحان التربية الدينية وامتحان التربية الوطنية؟ اصله دي حاجتين المفترض ان هم مستقرين في داخلك، وازعك الديني وفهمك ليه وفهمك للعقيدة. وأتمنى دايما أن احنا ندرس العقيدة في مناهجنا أكتر ما ندرس الحفظ في امتحانات الدين، للاتنين مسلم ومسيحي الاتنين. أتمنى أن اللي يدرس الدين للمسلم واللي يدرس الدين للمسيحي يبقوا أساتذة متخصصين في هذه العقيدة. لازم كذا الحال التربية الوطنية. على كل، انا مش عايز اطول عليكم قوي يعني، بس خلونا الاول نشوف تقرير على امتحانات الثانويه العامه النهارده، واتمنى اتمنى اتمنى ان اولادنا يبقوا هاديين خالص ومركزين جدا وهم بيمتحنوا الامتحانات الجايه. قولوا ان شاء الله. عندي ابني عبد الله علم علوم، هو خايف شويه ولان، وما كانش برضو متوقع ان الايام هتعدي بسرعه كده، فهو الوقت ازف شويه معايا، وربنا معايا ومع كل الاولاد يا رب والبنات اللي بيمتحن. عندي بنتي النهارده ادبي ان شاء الله، تربيه وطنيه وتربيه دينيه، وربنا يوفقهم يا رب باذن الله تعالى، ربنا معاهم يا رب لانها تعبت فعلا السنه كلها، وربنا يوفقها يا رب. في نظام والامن كان حلو ومشدد في الدخول، بس كان ميزه، كان في حاجه ان ممنوع دخول الموبايلات، وانا شايفه ان ده صعب شويه على الولاد اللي هم جايين من غير اولياء امور. دخول اللجنه كان منظمه جدا، وكان يعني ما كانش في اي شوشره خالص، وكان بيخش بنظام. امتحان الدين كان كويس، بس ايه، كان في سؤال بس او سؤالين هم يعني محتاجين اجابتين او محتاجين تركيز اكتر شويه. لا تمام، كان في تفتيش واحنا داخلين، وما كانش بكناش بندخل المدرسه نفسها بالموبايل اصلا، الموبايل بره المدرسه، واللجان كانت كويسه يعني الحمد لله. امتحنت تربيه وطنيه ودين، والامتحان كان زي الفل النهارده. امتحنا تربيه وطنيه ودين، امتحان كان كويس يعني، من منهج كان لذيذ يعني. هو الامتحان الدين كان حلو، لكن الوطنيه بصراحه صعب جدا. لا كان سهل، كان سهل الحمد لله، او يعني كان وسط. دخلنا بارقام الجلوس، كان مكتوب على كل حيطه كده مكتوب ورقه على ارقام الجلوس، دخلنا اللجنه وقعدنا، والامتحان كان حلو يعني الحمد لله. الاول كان الامتحان حسيته صعب شويه في الاول، بس بعديها بقى لذيذ يعني، حطوا شويه اسئله صعبه وشويه اسئله لذيذه يعني، فكان اوفرول كويس. لا مستعد بصراحه، الامتحانات دي كانت يعني لذيذه يعني، فمش موتراني يعني، حاسس ان انا مستعد للامتحانات الجايه. كان حلو الحمد لله، الزين والتربيه الوطنيه كانوا حلوين. يا نهار ابيض على الزمن يا جدعان، الواحد عجز بجد. اه والله يعني انا بنتي قد العيال دول كده. اوبا، المهم سيبنا من قصه بنتي قد العيال دول ولا مش قد العيال دول. بصوا يا ساده، واضح جدا ان الامتحانات كانت الحقيقه يعني فيها تنظيم جيد جدا، وبالمناسبه يعني مساله انه يبقى في استتباب امني فيما يتعلق بالامتحانات ده كان واضح جدا. انا بس لافت نظري انه لا زالت الامهات يقفن على ابواب المدارس. انا طول الوقت كنت استغرب، والدتي ربنا يديها الصحه هي جايه معايا الامتحان ليه؟
طبعاً هي بتتفرج عليا دلوقتي يعني ما بتفوتليش حلقه، قلب الام برضو حتى هذه اللحظه، يعني زي ما كانت بتقف على باب المدرسه ايام الامتحانات فهي واقفه على باب يعني فاتحه التلفزيون لحد من اول ما ابدا لحد ما اخلص. الا انه انا اقدر افهم جدا احساس الام، بس هم الامهات بره ما بيعملوش كده، والام ام في اي مكان. القصه كلها احنا مكبرين الحكايه يا جماعه بالهداوه بالهداوه. وبالمناسبة الأمهات لما بتاخدوا بعضكم وبتروحوا وتقفوا على باب المدرسة انتوا بتوتروا العيال زيادة، انت بتحسسوا انه دي نهاية العالم، وهي ما هيش نهاية العالم. دي حاجة. الحاجة التانية خدت برضو بالي من انه واحدة من الأمهات بتقول ايه، بس هم منعنهم يخشوا بالموبايلات ودي حكاية صعبة جدا. طب هو حبيبي هيخش الاجتماع هيخش الامتحان بالموبايل يعمل بيه ايه جوه؟ انا برضو مش فاهم يعني مش عارف ايه القصة. المفروض ان انا ادخل ابني بالموبايل جوه الامتحان ليه؟ عشان يعمل ايه؟ ما هو حاجة من اتنين، يا اما هيرد على تليفون بتاع حد وما ينفعش عشان ده اسمه الامتحان، يا اما هيفتح الموبايل ويغش فبرضو ما ينفعش، ما هو ده الامتحان. الحاجة التانية، انا والام الفاضلة اكيد مثلا من سن بعض، واحنا كان في ايامنا موبايلات، فايه الصعوبة في الموضوع؟ انا مش فاهم. ممكن ما تدلعوش العيال زيادة، ساء عليكم النبي يعني. عيال ايه اللي تخش الموبايل بالامتحان يا جماعه؟ الامتحان الموبايل بالامتحان. عيال ايه اللي تخش الامتحان بالموبايل يا جماعه؟ ما نهزر، ده امتحان. طيب تعال نشوف بقى برضو على خلفيه الامتحانات، وزي ما يتقال كده يقول لك ماراثون امتحانات الثانويه العامه. يا جماعه ولا ماراثون، حاجه بسيطه. وزاره الداخليه نفذت خطه امنيه بتعتمد على الانتشار الامني المكثف في محيط لجان الامتحانات، وأقوال أمنية رايحة وجاية علشان تطمن الولاد وأولياء الأمور. يعني من الآخر الداخلية بتقولك اطمن أمنيا، بس أنا بقى أشوفها بالزاويتين. الداخلية بتقولك اطمن أمنيا، وبتقولك اطمن ده مجرد امتحان. خلونا نشوف التقرير ونرجع نكمل الكلام. انطلقت امتحانات الثانوية العامة، حيث توجه آلاف الطلاب إلى لجان امتحاناتهم على مستوى الجمهورية وسط إجراءات أمنية اتخذتها وزارة الداخلية تنفيذا لخطة أمنية أعدتها لتناسب كافة المراحل التي تمر بها الامتحانات وتوفر الأجواء الملائمة ليتمكن الطلاب من أداء امتحاناتهم. طبعا احنا بنشكر وزارة الداخلية على المجهود اللي هم عاملينه، المجهود الكبير، ونقولهم دايما مع الناس ومع الشعب، وده في اطمئنان للبنات وفي اطمئنان لأولياء الأمور، ونشكرهم طبعا من كل قلبنا. الصراحة منظمين الدنيا جدا، وفي تنظيم وفي ترتيب، والولاد الحمد لله داخلين مرتاحين جدا يعني نفسيا. تأمين هايل جدا، وبصراحة بنشكركم جدا، وربنا يا رب معاكم يعني. بمحيط المدارس التي تؤدى فيها الامتحانات خدمات أمنية لمتابعة ورصد الحالة الأمنية، عناصرها ذات جاهزية عالية واحترافية للتعامل الفوري والسريع مع أي إخلال بالنظام والأمن العام. كما تم تحديد حرم آمن بمحيط اللجان توجد فيه إلى جانب الخدمات الأمنية خدمات مرورية لتوجيه السيارات إلى مسارات بديلة بعيداً عن اللجان. النهاردة أول يوم امتحانات، والحقيقة أنا شايف تنظيم هايل من وزارة الداخلية وتأمين بأعلى مستوى بصراحة ربنا. والتأمين بسم الله ما شاء الله، وزارة الداخلية عاملة شغل تأمين عالي جدا، أنا حاسة بأمان على بنتي. منذ الصباح تتواجد عناصر الشرطة النسائية التي تسهم في بث الطمأنينة في نفوس الطالبات بصفة خاصة بمحيط اللجان، وهو ما أشاد به أولياء الأمور وبالوجود الأمني الفعال الذي هيأ الأجواء الأمنية الملائمة لأداء أبنائهم للامتحانات. طبعا البنات هنا بيحسوا بالامان لوجود الشرطه النسائيه، وبيبقوا سعيدين بيهم وفخورين بيهم ويتمنوا يكونوا زيهم. لما بشوف الضابطات وانا داخله اللجان بحس بالامان، وان هم موجودين معانا وكده. شكرا لكم جدا. الاقوال الامنيه تجوب الشوارع والميادين وبمحيط اللجان لمتابعه ورصد الحاله الامنيه على مدار الساعه، خاصة وأن التأمين لا يقتصر على لجان الامتحانات فقط،
بل يمتد إلى عمليات نقل أوراق الإجابة والأسئلة. وبالتزامن مع أداء امتحانات الثانوية العامة بكافة المحافظات، يؤدي عدد من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل امتحاناتهم داخل لجان أعدها قطاع الحماية المجتمعية لهم بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل. طبعاً هنا المادة وبعدين رقم دروسك لإسم رباعي اللجنة. ويأتي عقد تلك اللجان في إطار تطبيق منظومة السياسة العقابية الحديثة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، والتي تراعي معايير حقوق الإنسان وفي المقدمة منها الحق في التعليم، وهو ما يتم إتاحته للنزلاء في كافة المراحل التعليمية. النهارده كان أول يوم لينا والحمد لله الامتحانات كانت كويسة، وأشكر وزارة الداخلية على المكان وإنها ما خلتنيش فاتني الامتحانات بتاعت الثانوية العامة. امتحانات النهارده امتحانات الثانوية العامة، وبشكر إدارة المركز إن هي وفرت لنا المكان والوقت إن احنا نذاكر ونمتحن. الكل رفع درجة الاستعداد، يعني الوزارة من ناحيتها في وزارة التربية والتعليم، الداخلية ترفع استعدادات يعني على أرفع مستوى لتأمين الناس وطمأنة الناس إلى آخره. مترو الأنفاق هو كمان يرفع على طول درجة الاستعداد لحال الطوارئ استعدادا لاستقبال الطلبة وطالبات الثانوية العامة، وده من خلال مجموعة بقى إجراءات، منها زيادة عدد الرحلات بتاعة القطارات، الدفع بإدارات إضافية، يعني عدد الرحلات زاد وعدد القطارات نفسه زاد الحقيقة، وهي منتشرة في المحطات علشان لا قدر الله حصل أي عطل مفاجئ لأي سبب تلاقي على طول مترو الأنفاق جاهز معنا على التليفون. أستاذ أحمد عبد الهادي المتحدث باسم مترو الأنفاق، إزيك يا فندم؟ أهلا بسيادتك يا فندم وأهلا بكل السادة المشاهدين. يعني الاستعدادات واضح إنها على أعلى درجة ممكنة. أولا يا فندم إحنا نتمنى لجميع أبنائنا الطلبة والطالبات في الثانوية العامة التوفيق والنجاح، وإن شاء الله ربنا يكرمهم إن شاء الله ويحصلوا على أعلى الدرجات. إحنا حضرتك عندنا مترو أنفاق، طبعا هو المشروع الحيوي في القاهرة الكبرى، هو أسرع وهو أرخص وهو أأمن وهو أنظف وهو أسهل وسائل الانتقال داخل القاهرة الكبرى. بيبدأ التشغيل يوميا من الساعة 5:15 صباحا من كل المحطات إن شاء الله، أول محطة في الساعة 5:15 صباحا، بننتهي آخر قطر بيقوم من محطة مترو حلوان بيكون الساعة 11:30 صباحا مساء، أنا آسف، آخر قطر في محطة مترو المرج الجديدة الساعة 11:30 مساء، آخر قطر من محطة مترو المنيب ومحطة مترو شبرا خيمة الساعة 12:30 صباحا. حضرتك قيام آخر قطار من محطة مترو المنيب ومحطة مترو شبرا الخيمة زي ما قلت الساعة 12:30 صباحا بيقابلوا بعض. احنا عندنا محطات تبادلية، المحطة التبادلية اللي هي محطة التحرير اللي هي السادات ومحطة مترو الشهداء اللي هي محطة رمسيس، بيتقابلوا في المحطات التبادلية في محطة مترو السادات الساعة 12 بعد منتصف الليل. أما آخر قطار في الخط الثالث اللي هو من محطة مترو العتبة في اتجاه محطة عدلي منصور بيكون الساعة 11 مساء حتى الانتهاء من افتتاح المرحلة الجديدة الخط التالت. عندنا إجمالي عدد الرحلات يا فندم في الخط الأول والخط الثاني حوالي 1090 رحلة، الخط الأول 488، الخط الثاني 602. طبعا احنا استعدينا بالفعل في خطوط المترو والامتحانات الثانوية العامة، استعدينا لنسقنا مع نقاط الإسعاف داخل المحطات، عندنا 20 نقطة إسعاف موزعين على الخطوط المترو، نسقنا مع وحدة الإسعاف لي يعني التعامل مع اي حاله طريقه مترو انفاق لا قدر الله. طبعا احنا مهندس علي الفضالي رئيس شركه مترو انفاق بتعليمات وتوجيهات من سياده الفريق كامل الوزير معالي وزير النقل بوجود المهندسين والفنيين في جميع محطات مترو الانفاق زي جدول النبطشيات معمول، انتشار فرق الطوارئ في جميع المحطات لاصلاح اي عطل طارئ يحدث على الفور يتم اصلاحه. عندنا ايضا منجهز قطارات عندنا يوميا، قطارات فارغه من الركاب تماما لما يكون في اي حضرتك تكدس او اي زحام في اي محطه من بنحركها على طول، بنحرك قطارات اضافيه فارغه من الركاب تماما لامتصاص الزحام داخل هذه المحطات. طبعا احنا نسقنا التنسيق كامل مع شرطه النقل والمواصلات وشرطه مترو الانفاق لمتابعه المحطات ومتابعه الحاله الامنيه داخل المحطات وداخل القطارات. طبعا احنا عندنا اكمنه سريه ثابته بتبقى موجوده في المحطات واكمنه متحركه في كل القطارات بيبقى موجود فيها. طبعا عندنا عنصر نسائي موجود ايضا في المحطات مترو، هايل
عندنا طبعا يا فندم جميع المحطات عندنا بأكد في المعلومه دي لاني كان حصلت كده في الفتره الاخيره زي زوبعه كده اشاعه حصلت. احنا عندنا جميع محطات مترو الانفاق مراقبه باحدث وادق كاميرات المراقبه وبتغطي جميع محطات اشاعه. ايه اللي كانت حصلت بتاعت شكه الدبوس دي؟ بتاع شكه الدبوس دي يا فندم ده اي هبل بصراحه. اي حاجه خلوا البنات يا فندم يحسوا لو في ناموسه قرفت بنتي هتقول لك ان شكه الدبوس. هخدرك بشكه الدبوس، انا ما شفتش في حياتي كده بصراحه. احنا اول ناس طلعنا خبر، نفينا خبر طبعا بتوجيهات من المهندس علي، ونفينا الخبر ده القصه دي خالص. عندنا حضرتك فندم احنا عندنا غرفه مراقبه مركزيه هي غرفه السي سي بي، غرفه التحكم المركزي دي شغاله 24 ساعه موجودين 24 ساعه على فتره التشغيل بس، لا فشغاله 24 ساعه لان احنا بعد انتهاء التشغيل بيتم صيانه في السكك في القضبان في المحطات، فغرفه التحكم المركزي متواجدين. عندنا خط ساخن 24 ساعه ايضا مش فتره التشغيل برضو، الخط الساخن ده رقم 16048. اي حد عنده، مش لازم يكون عنده مشكله او عنده شكوى، لا ممكن اي شكوى او اي استفسار او اي مقترح عايز يقدمه بيتصل على الخط الساخن. حلو جدا جدا. عندنا يا فندم خط واتس اب ده موجود لاي حد راكب المترو وشاف اي حاجه سريعه بيبعت رساله، عندنا حد بيرد عليه على طول في ساعتها او في اي مشكله. رقم الواتساب كام يا فندم؟ رقم يا فندم 012 11 16 048. احنا خدنا خمس ارقام اخر خمس ارقام في الواتس اب بنفس رقم الخط الساخن بتاعنا، يعني 012 012 2 11 16 048 16 048. اوكي، يعني 012 2 11 16 048 عشان زملائي هينزلوه على الشاشه برضه. لا شرف لينا يا فندم. لا يا فندم العفو. عندنا طبعا عندنا حوالي 14 محطه مترو الانفاق فيها منظومه الشكاوى الحكوميه الموحده، مش شكوى المترو فقط، لا ده تعليمات طبعا وتوجيهات من دوله رئيس مجلس الوزراء معالي رئيس مجلس الوزراء سياده الدكتور مصطفى مدبولي، وطبعا بالتنسيق الكامل مع سياده الفريق كامل الوزير، ان احنا عندنا حوالي 14 مكتب موجود احنا عملناه لمنظومه الشكاوى الحكوميه الموحده. لو في اي حد عنده اي شكوى في اي جهه حكوميه بيتقدم. احنا شغالين من الساعه 9 صباحا حتى الساعه 9 مساء، من 9 صباحا ل 3 العصر موجودين عنصر نسائي، من 3 العصر لحد الساعه 9 مساء موجود شباب بيستقبلوا اي شكوى وبيرفعوها على الفور في موقع رئاسه مجلس الوزراء. طبعا احنا يعني المحطات الرئيسيه احنا حاطين فيها المكاتب ديت، وفي نفس الوقت احنا عاملينها استعلامات، يعني عشان ما يبقاش ان هو قاعد كدوره منظومه الشكاوى الحكوميه فقط، لا وهو استعلامات في المحطه ايضا. عظيم 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 عظيم. انا بشكرك جدا 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 استاذ احمد، وتحياتي يعني وفقكم الله لما فيه صالح العباد دائما. كل الشكر استاذ احمد عبد الهادي متحدثا باسم مترو الانفاق. خلونا نروح بقى لايه، لمحافظه اسوان. في قرارات بتاعت مجلس الوزراء. طيب ايه هي القرارات بتاعت مجلس الوزراء؟ هي ان احنا نفتتح المنظومه الشامله للاحلال والتجديد وموضوع التوك توك وما الى ذلك. محافظه اسوان كما جرت العاده بمنتهى السرعه تبدا على طول تفعل وتعمل تسهيلات وما الى ذلك. معانا على التليفون سياده اللواء اشرف عطيه محافظ اسوان. اهلا 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 بحضرتك استاذ يوسف. ازي حضرتك استاذ اللواء؟ نفسنا نجي لك بس الدنيا حر قوي بصراحه. ان شاء الله هننتظر حضرتك طبعا. لا ده لازم اجي ونص كمان يا خبر وانا طول. سياده اللواء، يعني تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء وعمليه الاحلال بتاعه التوك توك اسوان كما جرت العاده سريعه، عملتوا ايه؟ والله يعني احنا يمكن التوجيهات كانت واضحه من السيد رئيس الوزراء فيما يخص الغاء عموما عربيات التوك توك اللي هي الثلاث عجلات دول. ايوه مشكله كبيره جدا موجوده يمكن في كافه المحافظات، بس احنا يمكن عشان المحافظه طبعا من يعني المحافظه من المحافظات السياحيه من الدرجه الاولى طبعا، كان لازم نهتم بكافه التفاصيل. يعني يمكن احنا كان لينا برضو احد المبادرات الهامه بان احنا عملنا احلال وتجديد للعربيات كابوت اللي هي لو تفتكر حضرتك العربيات الربع نقل اللي أيوة. الى ميكروباص طبعا، تخلصنا من اكثر من 1200 عربيه ربع نقل كابوت في خلال فتره وجيزه جدا، وان شاء الله هنستمر على هذا حتى ننتهي تماما في اسوان من هذه العربه. بالتالي موضوع التكاتك برضه هو تحدي كبير جدا لمحافظه سياحيه زي اسوان. ايوه احنا ان شاء الله بنعمل بروتوكول خلال الاسبوع القادم مع البنك الزراعي المصري. حلو.
ومع احد الشركات الكبرى اللي كان بيجيب التكاتك اساسا يعني، ولكن حاولنا هذا الموضوع ان احنا ان شاء الله العربيات الجديدة اللي احنا ان شاء الله هنشتغل عليها الفترة القادمة عربية من العربيات اللي هيجينا من هاي العربية للتصنيع، ودي هتحل محل العربيات التوك توك، وبالتالي احنا هنبتدي بعشر تلاف عربية لعشر تلاف من العربيات التكاتك الصغيرة اللي طبعا حضرتك طبعا اكيد متأكد وعارف ان كان بيسوقها اطفال وكان بيحصل مشاكل وليها اضرار كبيره جدا. طبعا طبعا زائد ان هي بتسيء للمحافظه بشكل أكيد. كبير جدا. طب سيادة محافظ انا هحاول بس افهم اكتر، العربيات الجديده دي اللي احنا بنسميها التمنايه الزغنططه صح كده؟ العربيات مش التمنايه، انا بتكلم عن العربيه اللي فيها ثلاث عجلات دول. حضرتك العربيه دي ليها العربيات التوك توك الموجودة في كافة، لا انا عارف التوك توك خلاص احنا هنبدل التوك توك بالعربية التمناية صح؟ هي العربية دي عربية هي فيها برضو بيبقى فيها اربعة راكب وكل حاجة ولكن حجمها طبعا من الاحجام الصغيرة ويمكن هي كانت موجودة طبعا ودي معنا ودي هتبقى تصنيع الهيئة العربية، هي بتصنع منها جزء كبير جدا، وبالتالي احنا لما هتيجي من خلال الهيئه العربيه للتصنيع. حلو جدا. بس من خلال احد الشركات الكبرى اللي كان بيجيب التوك توك زمان بالظبط او لحد وقت قريب. وكان الاتفاق معاه ان احنا نوقف نزول التوك توك داخل محافظه اسوان كاسبقيه اولى. عظيم جدا. بس ان هو ما يبداش ينزل خالص هذه او ينزل التكاتك بصفه عامة داخل محافظة أسوان، واحنا مش عايزين ننزل تكاتك في مصر كلها بصراحة، بس هو ما بيسمعش الكلام. حتى كان الكلام معاه برضو، أحب أطمن حضرتك أن المتبقي لديه يعني المعدل بتاعه بسيط جدا، لو كل محافظة أخذت منه 20 توك توك الاحتياط بتاعه كله هيخلص بالكامل يصدرهم بلاش عندنا يعني. وده اللي هيحصل فعلا. هيعمل الآتي، وهياخد التوك توك من السائق وهياخده كمقدم للعربية الجديدة الحديثة، هي اسمها كيوت العربية، العربية اللي احنا ان شاء الله نتعاقد عليها. والله اسم اسمها كيوت، اربعة راكب تشغل بالبنزين والغاز الطبيعي. ده اسم كيوت يعني جدا. كمان هي عربية صديقة للبيئة. فانا بحب بس اطمن حضرتك. فهيتاخد التوك توك وكأنه مقدم للعربية الجديدة. بالضبط كده. بالاضافة بقى ان في دور كبير جدا للبنك الزراعي المصري، ويمكن السيد رئيس مجلس الإدارة على تواصل معاه بشكل كبير جدا، واتفقنا إن شاء الله هيبقى في تيسيرات كبيرة جدا لكل السائقين اللي عندهم الرغبة في إن هم يعملوا إحلال. وعايز أقول لحضرتك طبعا اللي مش هيعمل إحلال ملوش مكان داخل محافظة أسوان، ولكن ممكن يشتغل داخل القرى البعيدة عن الطرق الرئيسية، يعني مش هنشوفه في الطرق الرئيسية. والله هو التوك توك اصلا فكره اعتقدها رذيله يعني، عايزين نخلص منها باي شكل. على كل يعني جهد حضرتك دائما واضح امام الجميع ودائما مشكور على هذا الجهد سياده المحافظ، كل الشكر سياده اللواء اشرف عطيه محافظ اسوان. عجبني انا اسم العربيه كيوت، الاسم نفسه كيوت قوي يعني. طيب وبعدين لو هي دي العربيه اللي باينه في التقرير شكلها حلو، والله شكلها حلو جدا. أنا مش عارف، بص المستورد اللي بيجيب التوك توك وشركة كبيرة وشركة مهمة وناس محترمين وأنا أحبهم وأعرفهم من أيام ما كنت في الجامعة، حلو، أولادهم زملائي يعني وأصدقائي. أنا ما بفهمش إصراره على التوك توك إيه، مش فاهم. المسألة مش في الربحية يعني، ما هو في النهاية طب ما احنا وصلنا إلى إنه نقدر نشتغل مع الهيئة العربية للتصنيع ونعمل خط إنتاج ونطلع عربيات تانية وبرضو هنكسب وننبسط، إيه الإصرار على التوك توك؟ ومسألة أصل أنا عندي مخزون صدره مش لازم يتباع هنا. طيب تعال نروح لدولة رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي أصدر قرار ينص على أن تلتزم جهات الولاية بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري لضمان حقوق المشترين.
وده من ضمن مستندات طرح مشروعات التطوير العقاري وإدراجها ضمن ملاحق العقود المبرمة مع المطورين العقاريين. طيب القرار حدد مجموعة من الضوابط الملزمة على المطور العقاري، من بينها فتح حساب بنكي مستقل للمشروع مش للشركة، كويس؟ طيب، ويتم فيه إيداع وصرف كل ما يخص المشروع. كمان بتشمل هذه الضوابط الالتزام بالبرنامج الزمني المقدم من المطور. المطور يقول ده برنامجنا الزمني في البدء ثم التسليم ثم كذا كذا كذا، والمعتمد من جهة الولاية لتنفيذ المشروع. دي شروط هي محطوطة. طيب عايزين بقى نحاول نفهم أكتر، وعشان نفهم أكتر هناخد معانا على التليفون سيادة النائب المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري. أهلا 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 سيادة النائب، ازي حضرتك؟ كله تمام؟ ربنا يخليك. طيب احنا بقى بنتكلم عن المهندس طارق شكري، هو الرجل دلوقتي المسؤول من جهتين، جهة منها كنائب، لا ده ثلاث جهات، جهة منها كنائب ووكيل لجنة إسكان، وجهة أخرى منها كمسؤول عن الغرفة، والجهة الثالثة كمطور عقاري كبير. تمام. الشروط الجديدة يا سيادة النائب بتشوفها ازاي؟ بشوفها يعني تنظيم مهم في وقت حساس، السوق بينمو بشكل كبير جدا، وعلشان نحافظ على درجة النمو دي اللي هي بتمثل في الآخر كقطاع ما يتجاوز 20% من الناتج القومي المحلي، واللي هي بتمثل 5 مليون عامل بيشتغلوا في هذا القطاع، يعني 25 مليون مصري كأسرة، يعني باعتبار الأسرة 5 أفراد، واللي هي بتمثل ما يتجاوز 100 صناعة، عشان تحافظ على الحاجات المهمة قوي دي كان لابد أن يكون هناك تنظيم، عشان في طرف اسمه مشتري مهم جدا أن يكون حقوقه واضحة ومستقرة، وفي طرف اسمه مطور أيضا مهم جدا أن تكون حقوقه واضحة، وفي منظم وصاحب جهة ولاية اللي هي الحكومة، اللي الحقيقة شايف أنها أخرجت الموضوع بشكل جيد. ألخصه في 5 نقاط في رأيي، هي دي الأعمدة الرئيسية لي أرجوك. النقطة الأولى هو أنه ما يحظر البيع أو الإعلان عن تسويق أي وحدة سكنية أو إدارية أو خلافه إلا بعد الحصول على القرار الوزاري التفصيلي. بمعنى التفصيلي يعني لو أنا عندي مشروع 100 فدان 200 فدان وأنا بتكلم عن مسطح 50 فدان مثلا اللي أنا هشتغل فيهم، يبقى لازم أطلع قرار وزاري التفصيلي اللي فيه عروض الشوارع والارتدادات وأماكن الفيلات وأماكن العمارات بتفصيل دقيق، بما يسمح لمشتري الوحدة أن يكون عنده من الشفافية والمعلومات اللي تخليه يحجز على رسومات مدققة معتمدة من جهة الإطار. حلو جدا. ما ينفعش يقول له أنا بفتح باب حجز وما عندوش رسومات نهائية ممكن أو قابلة للتعديل. لأن ده بيضر بحقية المشتري في وضوح الصورة. طبعا. دي رقم واحد. ده واحد. رقم اتنين نسبة البناء. النهاردة عشان تطمن إنه يكون في نسبة بناء موجودة أو سيولة موجودة مش قائمة كلها على مقدمات المشترين، بتحط قواعد اتقسمت على حسب مساحة الأرض، اتقسمت إلى 5 شرائح لغاية 50 فدان يعتبر مساحة صغيرة، من 50 إلى 100 الأول مساحة محدودة عفوا، من 50 إلى 100 مساحة صغيرة، من 100 إلى 500 مساحة متوسطة، من 500 إلى 1000 مساحة كبيرة، فوق 1000 تنمية متكاملة. وتحط الشروط ليها علاقة بالمقدم اللي لازم يكون موجود نقدا أو نسبة تنفيذ أو بخطاب ضمان أو بشيكات على مشروع آخر مسلم، يعني أي حق المطور، بما يضمن لمشتري الوحدة أن في نسبة تنفيذ وفي نسبة سيولة على الأقل تحقق له النسبة المرجوة طبقا لمساحته. دي نقطة مهمة ومهمة جدا جدا جدا. النقطة الثالثة اللي هي وأنا بشوف برضو أنه الحقيقة هي تركيبي وعلى بعض كده، موضوع الصيانة، أنه لازم يكون لكل مطور ملف وحساب خاص بالصيانة تحط فيه هذه الأموال، وتكون تحت رقابة مراجع حسابات حيادي ومستقل. ورقم حسابات المستقل هيحل مشكلات كبيرة جدا. احنا في مصر عشنا مشكلات ما بين المطور أو صاحب العمارة سابقا ومشتري الوحدة، لا انت عليك فرق الصيانة، لا انا انت جبت فلوس كتيرة، لا المبلغ ده صح،
الحقيقة لما يكون في مراقب حسابات مستقل وحيادي يراجع الفواتير ويدقق المصروفات بشكل رسمي ويكون مسجل في البنك المركزي أو في الرقابة المالية ويصدر تقرير على مسؤوليته هيبقى طرف ثالث حيادي بين الطرفين ويبقى ساعتها إلزام على كل منهم كل مسؤولية فيما تخصه. في نقطة نسيت أقولها مهمة قوي وهي أنه كل شركة ممكن يكون عندها مجموعة من المشاريع. كل مشروع لابد أن يكون له حساب مالي مستقل. يعني ما ينفعش أكون أنا عندي مشروع مثلا في الساحل الشمالي ومشروع في التجمع وحضرتك بتشتري في التجمع وأنا كمطور عندي أحقية أن أنا أخذ فلوس أحطها من هنا لهنا. لا دلوقتي أصبح كل حساب لكل مشروع مستقل وبالتالي المشتري بيضمن ان فلوسه اتحطت في مشروعه. يعني محدش هيلبس عم الدلده. مفيش لا ده ملف ده كده خلص. كلها وفي نفس الوقت بيتيح للمطور انه لو حصل اي تاخير من جهه الاداره في القرار الوزاري او التراخيص او المرافق ياخد المده المناسبه لان ده عدل. المطور اللي بيتاخر عليه ترخيصه او وصلات الكهرباء او الميه من المناسب جدا ان هو ياخد هذه المده بشكل قانوني. اخر نقطه هي نظمت موضوع التاخير في التسليم واقرته بمده حدها الاقصى 12 شهر. طب لو حصل تاخير اكثر من 12 شهر يحق لصاحب الوحده المشتري انه ياجل الاقساط ويمتنع عن سداد الاقساط لمده لغايه لما المشروع يخلص دون اي التزامات وغرامات. بأثر راجعي ولا بدءا من تنفيذ بدءا من اصدار القرار من مجلس الوزراء؟ لا القرار بتاع النهارده مدي حاجتين، القرار نفسه هيتنفذ فورا لكن مدي 12 شهر لتوفيق اوضاع لان في حاجات ليها علاقه. لا يعني لو يوسف مثلا راح، انا عارف الحركه ما بتعملش كده، يوسف راح للمهندس طارق شكري واشترى عنده وحده ما في مشروع من مشروعاته بس الكلام ده كان من 3 4 سنين وبعدين انا قلت اضرب المثل على حضرتك عشان ما حدش تاني يزعل مننا عشان حضرتك هتفهمني. طيب فجيت حضرتك مثلا لاي ظرف من الظروف ايا كان حصل تاخير في التسليم، قلت لي يوسف انا هسلمك في يناير 22، لقيت نفسي ان انا ده كده في يناير عمال بتاجل بتاجل بتاجل. سؤال بقى، هل انا ساعتها كمشتري هقدر اتعامل طبقا للقرارات الصادره بتاعه النهارده ولا اللي فات مات؟ لا حضرتك كل ما هو جديد كل ما هو هيصدر بيه قرار وزاري بكره هيفعل عليه هذا الكلام. كل المواقف السابقه هيتعمل بيها من كل مطور للحكومه موقف مجمع عن السابق. موقف مجمع يعني ايه؟ يعني انا المشروع بتاعي ده في عدد وحدات مباعه كذا، تواريخ تسليم كذا، موقف صيانتها كذا، موقف كل موقف، فبالتالي هيعمل خط فاصل بين السابق واللي جاي. السابق في ظل الاليه دي يعني تقدير ان هو هيبقى وضعه افضل كثير. طب والمشتري اللي تضرر من التاجيلات بتاعه اللي حصل قبل كده، يعني الاقي نفسي متاجل 3 اشهر بعد كده طب خليها 6 اشهر وبعدين طب خليها سنه، انا عمليا اتضررت وفي نفس الوقت انا مطالب افضل ادفع في الاقساط زي ما انا مع ان انا عندي عقد بيقول تسليمي في التاريخ الفلاني. لا هو لغايه سنه هيعتبروها مبررات لا إرادية على المطور. بعد سنة هيبقى من حق مشتري الوحدة يأجل الأقساط دون فوائد. أوكي طيب احنا بقى باشمهندس كده كده المناقشة بتاعتنا على التليفون دي يعني مجرد إيه فتح محاور. بكرة بإذن الله تنورنا وتشرفنا في البرنامج نقعد بقى إيه نتكلم باستفاضة وعلى هذه المائدة غير المستدير. أشكرك جدا سيادة النائب المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري. فاصل ونرجع مع مولانا فضيلة الدكتور الشيخ أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. استنونا. يا دي الهنا يا دي النور كما جرت العادة يوم الاثنين لقائنا المحبب مع مولانا فضيلة الدكتور الشيخ أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. منورنا مولانا. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. مولانا كما جرت العادة لازم نقعد نتفرج على التقرير بتاعنا بتاع اسأل الشيخ كريمة ونشوف أهالينا من المواطنين الأعزاء بيسألوا على إيه ونبدأ بقى إيه نفتهم فيما سألوا. خلونا نشوف التقرير ده ونرجع نكمل الكلام.
أنا إن شاء الله رايح الحج بإذن الله، وعليا مثلا مبلغ من المال، هل ينفع لما أجي إن شاء الله من الحج بإذن الله أسدد اللي عليا أم لا؟ يا صديق، ما بنسافر مثلا وبنقعد أسبوعين ثلاثة في مكان ما، بيجمع الصلوات كلها مع بعض على أساس إنها صلاة قصر وإن هو على السفر، فهل ده يجوز ولا لا؟ ما هو حكم الدين في الناس اللي هي بتعمل سحر، وخصوصا إن الأيام دي يعني بقت كتيرة قوي؟ وما ملكت أيمانهم، هل حلال على ما ملكت أيمانهم الجارية أو الخادمة حلال على صاحب المنزل المؤجرها له؟ ده طيب، وما هو يمين الكلالة؟ شروط الأضحية بنسبة حلول عيد الأضحى المبارك، فممكن نعرف شروط الأضحية إيه؟ أنا كنت عايز أعرف رأي الشرع في موضوع المحلل، ويريت إن أنا في أنا قريت في كذا رأي فقه في الموضوع، فإيه هو الرأي مثلا اللي إحنا نمشي عليه؟ عايز أعرف إن السجاير حرام أم حلال؟ رأي الدين في الأزواج اللي بيتركوا زوجاتهم بدون مصاريف ويهجروهم. كتير قوي بنسمع إن مثلا رسم البورتريهات والنحت وحاجات زي كده بتبقى حرام وحاجات زي كده، يعني في لبس في الموضوع ده شوية، فكنت عايز أعرف مثلا يعني هل الرأي الفاصل في الموضوع ده، هل هي مثلا حرام او حلال، او في جزء او يعني في حاجات حلال فيها وفي حاجات حرام؟ أهلا بكم مرة تانية، ونجدد كل الترحيب بفضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، منورنا مرة كمان يا مولانا. بارك الله فيكم. الرجل بإذن الله سبحانه وتعالى ذاهب لأداء فريضة الحج وعليه مبلغ من المال، يوفي قبل السفر ولا ينفع بعد ما يرجع؟ هو بس تمهيد بسيط، الإسلام بيكره في الديون أو القروض سواء كانت على المستوى الفردي أو المستوى الدولي، ولذلك كان من هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه هو كانت إذا قدمت إليه جنازة في صدر الإسلام كان يسأل عليه دين؟ إن قالوا نعم قال صلوا على صاحبكم. ليه المغزى هنا؟ حتى أن المهاجرين لا يتكلون على الديون والقروض ويعملون، إني لا يتصور أن أحدا يستدين ويتعرض إذا مات من عدم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وده كان بعد نبوي كريم أنه هو يجعل المجتمع يعمل ويبذل المجهود لنيل المقصود. بلا شك طبعا لما فتح الله الفتوح على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من كان عليه دين فأنا وليه، لكن كانوا بيسددوا الديون قبل دفن الميت. لما نيجي هنا بقى في واقعة السؤال، يعجبني الفقه المالكي الذي قال بالنسبة للمدين إذا كان ذاهبا لأداء الحج والعمرة أمامه أحد حلول، إما أن يأذن له الدائن، إما أن يأذن له الدائن، وإما أن يكون عند المدين من عقارات أو أموال أو أملاك، أو يتكفل أحد ورثته كالأبناء بسداد ديونه إذا تعرض للوفاة لا قدر الله. فلا بأس لهذا المدين أن يسافر وأن يعني يكون في ذمته هذا الدين ويسدده إن شاء الله عز وجل. حكم الدين في الناس اللي بتعمل سحر؟ السحر ذكر في القرآن الكريم كجريمة، أيوة، لأن بعض الدجالين والمشعبذين والنصابين إلى آخره يدلسون على الناس يقولون لهم كذبا. السحر ذكر في القرآن، السحر ذكر في القرآن كجريمة مثل الربا والزنا، كما أن الحسد ذكر في القرآن جريمة طبعا. فليست كل جريمة ذكرت في القرآن الكريم الذكر، مجرد الذكر يدل على المشروعية. فالذين يمارسون السحر بالتسبب أو المباشرة هنحتكم للقرآن نفسه، ولا يفلح الساحر حيث أتى،
لما نرجع طبعا آيات السحر جاءت في سورة البقرة والأعراف وغيرها. لما نقرأ أول آية في سورة البقرة: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. الله يفتح عليك. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر. قال الفقهاء بالتعبير هنا بالكفر دليل على أن السحر كفر، ولذلك لسه بقى مش معاه في السياق. يعلمون وما يعلمون أن أحدا حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. هاروت وماروت بالضبط كده، هاروت وماروت. يبقى نفي السحر، نفي الكفر عفوا، نفي الكفر عن سيدنا سليمان عليه السلام، وفتنة هاروت وماروت ما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، دلالة على أن السحر كفر. ولذلك ألحقه الفقهاء سواء في الفقه الحنفي أو الفقه المالكي أو الشافعي أو الحنبلي أو الظاهري، ألحقوا السحر بالردة، ألحقوا السحر بالإيه؟ بالردة، فتقام عليه عقوبات الردة، فيحرم تعلم السحر. حتى بعض الفقهاء ذكروا يعني قاعدة، قالوا طيب ولو كان لإبطال السحر، قالوا ولو كان لإبطال السحر، لأن إبطال السحر يكون بالأسباب المشروعة من القرآن الكريم والدعاء إلى الله عز وجل. الله العظيم. لأن لا يعالج الخطأ بخطأ طبعا. طيب في سؤال بتاع: وما رأي الشرع في موضوع المحلل؟ شوف، يكفي المحلل حديث صادم وتحذير قاسي شديد. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله المحلل والمحلل له. وقال في حديث آخر: ألا أنبئكم بالتيس المستعار. التيس اللي هو فحل الغنم. بالتيس الإيه؟ المستعار. قال: المحلل والمحلل له. ليه؟ لأن حضرتك الزواج في الشريعة الإسلامية يبنى على التأبيد وليس على التأقيت. فمن هنا لما يتفقان أو يتفقون على أن يأتي إنسان وغد من الأوغاد وبعدين على أن يتزوج بامرأة طلق ثلاثا من مطلقها، على أن يطلق بعد فترة وجيزة من باب التحليل هذه المرأة لمطلقها، هذا ممنوع ممنوع ممنوع، ونكاح المحلل باطل باطل باطل. قول فصل واحد، لأنه نكاح مؤقت، ولا يوجد في الإسلام نكاح مؤقت نهائيا، لا يوجد. لأن عندنا نحن المسلمين نكاح المتعة نسخ كان لمدة 3 أيام وباطل، ولا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر وبرسوله صلى الله عليه وسلم أن يمارس نكاح المتعة تحت أي مسمى. يعني يجي يقول لك إيه مثلا في البدع في نكاح سياحي، في نكاح الاصطياف، في نكاح الشواطئ. أيوة لسه ما في الجراب يحاول. اصطياف إيه يعني؟ راح يصيف في جاي في المصيف بقى. ما هو شوف، لو انه حديث هقوله بس بالمعنى. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر ان من علامات الساعه يعني استحلال الاعراض. انا قلتها باسلوب مخفف. استحلال الايه؟ الاعراض. وهذه الايام بتشهد حقبه سبحان الله من تنبؤات النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عندك انحسار الفرات عن الاثار القديمه، أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. تفاقم الأزمة العالمية في الغذاء، أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ضيق المساكن، أخبر به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تداعي الأمم على أمة الإسلام كتداعي الأكل إلى قصعته. يعني شوف إساءات مثلا الرسول في الشرق والغرب والشمال والجنوب وهنا وهنا وهنا، وإن كان هذا لن يفت في عدد الإسلام لا من قريب ولا من طبعا بعيد، لكن كل ده أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الشيء اللي نقدر نختم بيه كشيء مبهج، لا لسه مش هنختم احنا، ده فاصل. المبهج إن النبي عليه الصلاة والسلام أثنى على مصر وشعبها وأهلها أنهم في رباط إلى يوم القيامة. الرباط هنا سواء رباط عسكري، سواء رباط سياسي، سواء رباط اقتصادي، سواء رباط فكري، سواء رباط علمي،
هم مصر قدرها أن تكون في رباط إلى يوم القيامة، ولذلك نجاها الله من الفتن. ولذلك شوف كل ما يأتي كائد ويدبر فتنة ينقلب على عقبيه، لأن في بشارات بأن الله ينجي هذه البلاد من الفتن، لأن مصر لم يقتل على أرضها نبي، لم يهن على أرضها ولي، لم يهن عليها واحد من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلنا عارفين وكنا يعني احنا في شهر يونيو، يعني في 1 يونيو المنصرم كان بيتوافق مع قدوم العائلة المقدسة صحيح من فلسطين إلى أرض الكنانة مصر. وكلنا يذكر مجيء سادتنا آل البيت السيدة زينب عليه رضوان الله والسيدة نفيسة عليه رضوان الله وسيدات المهم بيت النبوة. حضرتك طبعا في حي السيدة عائشة رضي الله عنها والبساتين وغيرها وغيرها، والأحياء الكبيرة في القاهرة كلها بتحتضن الرفات الطاهر والأجساد الطاهرة. مصر دي حامية الأنبياء وحاضنة الأولياء، هي معهد الأنبياء ومتعاهد الأولياء مصر. نسأل الله لها دوام البركات، لأن سيد المسيح قال مبارك شعب مصر. ولذلك الرسول لو فتحنا الأطلس الجغرافي ونظرنا إلى الخريطة هنجد أن الرسول ما أوصى بشعب إلا مصر. ستفتح لكم مصر من بعدي فاستوصوا بأقباطها، وفي رواية بأهلها خيرا، فإن لكم فيهم ذمة ورحمة. خلونا نروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل لمولانا، علشان عايز أسأل بقى رأي الدين في الأزواج اللي بيسيبوا زوجاتهم من غير مصاريف. يا حفيظ يا رب. فاصل ونكمل الكلام. اهلا بكم معانا مره تانية، وكل الترحيب بمولانا فضيله الشيخ الدكتور احمد كريمه استاذ الفقه المقارن بجامعه الازهر. وكنت بسال يا مولانا طبقا لسؤال المواطن على الزوج اللي بيترك زوجته بدون فلوس بدون مصروفات. اولا نحتكم الى القران الكريم، وانا ارجو وسيادتك طبعا في مجلسنا النيابي الموقر له منا كل تقدير واحترام، أن فقه الأسرة أو الأحوال الشخصية المرجعية الأساسية في الشريعة الإسلامية. فلما نحتكم إلى الشريعة الإسلامية فنجد شوف لينفق ذو سعة من سعته. طبعا هنا لملم الأمر دخلت على الفعل المضارع ينفق فأفادت الإيجاب، فمن هنا قرر الفقهاء أن من آثار عقد الزواج الصحيح استحقاق الزوجة النفقة بمجالاتها الرئيسية. تستحق مسكنا مستقلا، يعني كونها تجلس في بيت العيلة هي ممكن يكون لها شقة بس يغلق عليها، إنما خلطة لا. وزيك سيدنا عمر السنة رضي الله عنه قاعدة جميلة جدا، المروا ذوي القربات يتزاوروا ولا يتجاوروا. ده سيادة سيدنا عمر. إنما المرأة هنا الزوجة لا تجبر على أنها تخدم حماتها، ولا تجبر على أنها تعيش في خلطة مع أصهارها. من حقها مسكن اسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم، ده آيات في القرآن الكريم. فمن حقها النفقة الشرعية، أولها مسكن مستقل لا يشارك فيه أحد. احنا ممكن زي ما قلت لك في بيت عيله بس شقه مستقله لزوجها مقفول عليها بابها فقط ومقفول عليها الباب. الامر الثاني المأكل والمشرب والملبس ويلحق بها الان العلاج. قال صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول، وفي روايه من يقود. ولذلك في حديث جميل يا سعاده الاعلام الواعد الحبيب السيد يوسف بن الحسين، شوف الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه بقى في التربيه الاسريه، حتى اللقمه تضعها ما قالش في يد امراتك، في فم امراتك.
هل تجد رومانسية أسرية زوجية الجمال ده أجمل من هذا التعبير الأخاذ؟ فسيدنا النبي يقول إيه؟ حتى اللقمة لقمة، ما قالش تضعها في يدها، لا قال أو في صحنها سليم، قال حتى اللقمة تضعها في فم زوجتك، بتغسلها وجدانيا وتحييها شعوريا وتقدم لها أجمل ما في الحياة من مشاعر. فمن هنا بنقول حضرتك يجب على الزوج إلزاما أن ينفق على زوجته. أما أنه كما يفعل بعض الذين لا يفهمون الإسلام يروح مثلا مع شلة أصحابه ويأكلون في المطاعم والكافيهات وهنا وهنا ويتركون الزوجات على العيش أو الطعام الخشن، هذه خيانة لله ورسوله. ونشوف بقى حضرتك بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل مع أزواجه أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين، أيا كان مستوى الطعام، أيا كان مستوى الطعام. وده من العشرة الطيبة التي أمرنا الله تعالى بها، وعاشرهن بالمعروف. حلو جدا. نعم. طيب خليني يمكن في الدقيقتين اللي فاضلين دول نسأل بقى على، بما ان احنا بإذن الله سبحانه وتعالى مقبلين على عيد الأضحى، كنت صحابك طيب، شروط الأضحية. شوف سيدي، الأضحية تكون من الأنعام، البقر والجاموس نوع، الإبل نوع، الغنم والماعز نوع. الإبل في حدود 5 سنين ولا عبرة لنا بوزن اللحم. البقر والجاموس في حدود 2 سنين ولا عبرة لنا بوزن اللحم. الماعز 1 سنة فصاعدا، الغنم 6 أشهر فصاعدا. الفقهاء عملوا قاعدة جميلة جدا، قالوا أن تسلم الذبيحة مما يخل بالشح واللحم والمنظر. يعني لو جينا كده بسرعة نشوف من المقدم، لو تخيلنا ذبيحة أمامنا وليكن خروف يعني أو شيء، أولا نبدأ من المقدم، ألا تكون مكسورة الأسنان ولا منتنة الفم، ألا تكون عوراء ولا عمياء ولا مكسورة القرن، ألا تكون عكفاء، لما نأتي إلى المؤخر ألا تكون مقطوعة الذنب، إلا إذا كانت من حيث الخلقة لا يوجد لها زي ذنب يعني، وألا تكون عرجاء ولا مكسورة الرجل، لأن الله طيب لا يقبل إلا ما هو طيبا. والإشارة جت في سورة الصفات في الفداء لسيدنا إسماعيل عليه السلام. على فكرة الذبيح سيدنا إسماعيل عليه السلام قولا واحدا، لأن حتى بعد كده وبشرناه إسحاق ماشي. وبعدين بالاتفاق ما بين القرآن وما بين العهد القديم، في العهد القديم لإخوتنا أهل الكتاب أمر الله تعالى إبراهيم أن يذبح ابنه البكر. البكر باتفاق اليهود والمسيحيين والمسلمين هو إسماعيل عليه السلام. ماشي، تعالى نرجع بسرعة قبل الحلقة ما تخلص على الضحية. فحضرتك لأن الله طيب، ربنا قال سورة الصفات وفديناه بذبح عظيم. يبقى خالي من العيوب المخلة باللحم والشحم والمنظر، لأن الله طيب لا يقبل إلا ما هو طيبا. ولا تغني مشاريع أو إنفاق عن الأضحية، لأن في بعض الآراء الشاذة الغير مدروسة تقول ممكن يتبرع مش عارف لإيه ويعمل إيه كذا بدل من الأضحية. لا، الأضحية من شعائر الإسلام، فهي أضحية لا تقوم أو السكوك. مقام الأضحية، لا السكوك حضرتك إذا كانت في جهات مأمونة داخل مصر، لا بكررها، لأن في بعض السنوات المضت كانوا بيروجوا لذبح خارج مصر، هذا خطر، لأن هي ده تخلو البلاد والعباد من شعيرة الأضحية لأنها بركة. مش عارف بنك الطعام بتاعة الأزهر، مش عارف بتاعة لا أنا بتكلم عن سكوك بتاعتها داخل مصر. خارج مصر لا لا لا، يقول لك إن في دولة والأضحية بربع الثمن وهنذبح هناك وهنجيب بعد أسبوع، هذا لا يجوز لا يجوز لا يجوز، حتى لا تقضى على الشعائر في بلادنا الحبيبة.
حلو الكلام جدا، الف 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 شكرك مولانا، بارك الله. الوقت جري كمجرد العاده، بس ان شاء الله يكتب لنا العمر ونتقابل الاسبوع الجاي. كل الشكر لمولانا فضيله الشيخ الدكتور احمد كريمه استاذ الفقه المقارن بجامعه الازهر. ثواني يكون معاكم كريم رمزي ورقم 10، اما احنا فاستنونا بكره ان شاء الله لو كان لنا العمر وبرنامجكم التاسعه. سلامات.